بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بمتابعي قناتك الرويماط. اذا في فيديو اليوم سنصحح بعض التمارين المخصصه لدرس المتراجحات لي زينيكواسيون. اذا ريزودر لي نيكواسيون سويفونت 2 اونتر بارونتيز 4x - 5 - 7 f سوبيريور ايغال 3 - x، باش كنعرفوا المتراجحه او انيكواسيون كيكون فيها احد الرموز. المعادله كيكون فيها يساوي، هذه كيكون فيها اكبر من او يساوي، او اكبر او اصغر من يساوي او اصغر قطعا. فوالا، دونك اللي ما فهمش الملخص ديال الدرس غتلقى واحد الرابط دي اسفل الفيديو فيه طريقه شرح حل المتراجحه. فوالا، دونك 2 فوا 4x غنديروا لنا 8x، 2 فوا موان 5 موجب سالب سالب غتعطينا 2 فوا 5 10، موان 7 خارج الاقواس كتبقى موان 7 سوبيريور ايغال 3 موان اكس. دابا ما بقاوش الاقواس، هاد اكبر من او يساوي، كنرتبو لي زيكس ا غوش ولي نومبغ ا دغوات، واللي حولناه من طرف الى طرف اخر كنغيرو الاشاره. اذا هاد جوج غنحولهم للطرف الثاني مع تغيير الاشاره، وعاوتاني هاد ناقص اكس، اذا كاينه 8 اكس ناقص اكس غنحولوها مع تغيير الاشاره بلس 1 اكس. اوكي، 1 اكس سوبيريور ايغال 3 غتبقى موان 3، موان 10 بلس 10، اوكي، اي موان 7 بلس 7، مزيان، 8x بلس 1x سي 9x، هادو كنحسبوهم بوحداتهم، 3 زائد 10 13، 13 زائد 7 20، فوالا 20، وفي الأخير كتضرب كيتحول القسمة، سيتادير اكس، رد البال هاد العدد سي 9 موجب، نحتفظو بنفس الرمز، كون كان هذا سالب كنقلبو الرمز، غنشوفو في التمارين الموالي 20 على 9، إذا كنديرو واحد المستقيم بحال هكدا، إذا كنكتب داك العدد اللي لقيت 20 على 9، فين هي الأعداد الأكبر من 20 على 9؟ هي كتكون في اليمين ديال داك العدد، هما هذا اكبر من او يساوي، يعني ان عدد 20 على 9 راه ضمن الحلول، كندير واحد المعقوفه ضمن الحلول كندير ليه هكذا. اوكي، اذا كنكتب واحد الجمله توت لو نومبر سوبيريور ايغال 20 سور 9 سون سوليسيون دو سيت انيكواسيون. دونك توت لو نومبر ريال سوبيريور ايغال 20 سور 9 سون سوليسيون دو سيت انيكواسيون، جميع الاعداد الاكبر من او يساوي 20 على 9 فهي حل لهذه المتراجحه. باس ماتنو ليكزومبل سويفون. إذا عندنا 3 إكس موان 1، ما كاينش أقواس، كتبقى 3 إكس موان 1 سوبيريور ستريكتومون سوبيريور. هنا كاين أقواس، واحد خارج الأقواس، أشنو كاين قبل الأقواس؟ أون سين موان، دونك إلفو شونجي لي سين دي تيرم أفون لي بارونتيز، خصنا نبدلو الإشارات ما بداخل الأقواس. أن دو فيان موان 1 دو إكس، دوزيام موان 2 إكس، عندنا دو نومبر أوبوزي لا سوم إيكال زيرو. ألوغ 3 إكس، هاد موان 2 إكس ها هو الرمز ديال الأكبر، كاين في اليمن غنحولوه من اليمن اليسار افيك شونجومون دو سين، يعني غنبدل ليه الاشاره بلس 2 زيك سوبيريور، هاد موان 1 غادي نحولو من اليسار اليمن افيك شونجومون دو سين، سيتادي غيل دوفيان بلس 1. فوالا، 3 اكس بلس 1 اكس ايكال اكوا؟ ايكال 5 اكس سوبيريور ا 1، وديما الضرب كتحول الى قسم، هاد العدد 5 موجب كندير 1 على 5، اذا جميع الاعداد الاكبر قطعا من 1 على 5 فهي حل لهذه المتراجحة. العدد 1 على 5 اللي لقينا غادي نديروه كبر هنايا 1 على 5، فين هي الأعداد اللي كبر من 1 على 5؟ هي هادي اللي كاينة في اليمن ديال العدد 1 على 5، يعني هادو كلهم حلول. أكبر قطعا، يعني غادي ندير هكذا، شوفوا مزيان، هادي أكبر من أو يساوي، درنا هاد الخطيطات كيشوفوا في هاد الأعداد، أوكي، هنا غنديروه العكس، كنعكسهم لأن 1 على 5 ليس ضمن الحلول، ماشي ضمن الحلول، وكنكتبوا ديك الجملة هنايا بلاصة أكبر أم يساوي، كنقولوا توت نومبغ ستريكتومون سوبيريور أ 1 سور 5 سون سوليسيون دو سيت إنيكواسيون. Voilà, on écrit tout nombre réel strictement supérieur. Strictement supérieur, akbar ou qat'an. A, 1 sur 5 les l'qina, sont solutions de cette inéquation. Jamais l'a'adad l'akbar qat'an min 1 à la 5, fahyya halul l'mu'adala. Yani, kul had l'a'adad l'hinaïa, matalan, 10 مثلا 13 مثلا 1000 مثلا مليون، يعني جميع الاعداد الاكبر من 1 الى 5 فهي حل لهذه المتراجحه. اون باس على ليكواسيون ان ايكواسيون سيفونت. اذا اول حاجه غنتخلصوا من هذه الاقواس، كاين ضرب يعني غنديروا النشر، 6 في 5 30 30 موجب سالب سالب 6 في 2 12 12 اكس. هذه الاقواس كاين موراه موان 4 موان فوا 2 نوضون موان 4 فوا 2 8 اكس موان 8 اكس موان فوا موان نوضون بلس 4 في 3 12، نرد البال، ناقص في زائد كيعطينا ناقص 4 في 2 8 وما نساوش اكس، ناقص في ناقص كيعطينا زائد 4 في 3 12. هاد 6 اكس توجد خارج الاقواس كتبقى 6 اكس سوبيريور او ايكال ا زيرو، مزيان. اذا هنا كاين فقط صفر، اذا لي زيكس كلهم كاينين في الجهه الاخرى، اذا غنحول هاد الاعداد للطرف الثاني مع تغيير الاشاره، نبداو بموان 12 اكس، ها هي موان 12 اكس موان 8 اكس بلس 6 اكس، هادو هما اللي فيهم اكس، سوبيريور ايكال 30 دوفيان موان 30 بلس 12 دوفيان موان 12. اذا عندنا عددين حولناهم للطرف الثاني مع تغيير الاشاره، وهادو اصلا اللي فيهم اكس ما بدلناهمش الاشاره لانهم كاينين اصلا في اليمين، موان 12 موان 8 هي موان 20 اكس موان 20 اكس
بلس 6x سوبيريور ايغال هنايا بجوجهم سالبين كنحسبوهم موان موان 42 مزيان هنايا كنديروا الفرق علاش لان هذا موجب وهذا سالب كنديروا 20 ناقص 6 هي 14x وما نساوش لو سين موان لان هذا الاك الكبير الاشاره ديالته هي اللي كتغلب مزيان هنا خصني نرد البال اشنو قلنا الضرب كيتحول الى قسمه دائما اوكي ولكن الا كنضرب او كنقسم في عدد سالب هذا الرمز راه كنقلبو هذا هو الفرق ما بين المعادله والمتراجعه نرد البال الا كنضرب وكنقسم على عدد سالب اذا غادي تعطينا هنايا موان 42 سيغ موان 14 اوكي وموجب على سالب كيعطينا سالب على سالب كيعطينا سالب وفي نفس الوقت كنختزل 42 و 14 من المضاعفات ديال 7 ها 42 هي 7 مضروب في 6 ها 14 هي 7 مضروب في 2 مشات 7 مع 7 غتبقى لنا 6 على 2 و 6 على 2 هي 3 اوكي هي 3 يعني 3 يعني الحل غيكون هو جميع الاعداد الاصغر من او يساوي 3 الاصغر الاصغر يعني في اليسار ذاك العدد هادو هما جميع الاعداد الاصغر من او يساوي 3 اذا كنكتب 3 اصغر من او يساوي كندير هكذا وهاد الشريطات كيشوفوا مع الاعداد معاهم اوكي فوالا توت نومبر ريال ستريكتو انفيريور او ايغال ا 3 سون سوليسيون دو سيت ان ايكواسيون اون باس ماتنون ا ليكزيرسيس سويفونت نفس البدايه عندنا ان ديفلوبون باش نحذفوا هاد الاقواس نديرو ديفلوبون نشرو موان 2 فوا 4x موان 8x موان 2 فوا 1 موان 2 على سالب موجب كيعطينا سالب بجوج في 4 8 وما نساوش اكس سالب موجب كيعطينا سالب بجوج في 1 2 5 عاوتاني في اكس و5 في 2 بلس ما كاينش مو هنا 5 فوا اكس سي 5x 5 فوا 2 سي 10 انفيريور ايغال موان 7 فوالا اللي فيهم اكس كاين عندنا 2 كاينه موان 8x ها هي موان 8x وكاينه بلس 5 اكس كلهم كاينين في اليسار انفيريور ايغال هاد موان 7 كاينه في اليمين با دو شانجمون دو سيني غتبقى موان 7 مي هاد موان 2 غنحولوها من اليسار لليمين غادي نديرو زائد 2 و10 ناقص 10 ماتنو رتبنا اللي فيهم اكس اغوش واللي ما فيهمش اكس ادغوات نحسبوا دابا هادو بوحدتهم وهادو بوحدتهم موان 8x بلس 5x مجموع عددين مختلفين الاشاره كنديروا الفرق 8 ناقص 5 هي 3x هذا هو الكبير الاشاره ديالته هي اللي غادي تغلب ناقص هنا عندنا جوج سالبين واحد موجب هاد السالبين كيجمعو 7 و 10 17 يعني ناقص 17 زائد 2 وفي الاخر كنديروا الفرق 17 ناقص 2 هي 15 شكون اللي كبير 17 النتيجه ديالو اللي كتغلب مزيان في الاخير الضرب كيتحول لقسمه ردوا البال ناقص 3 عدد سالب يعني كنقلب هذا الرمز كان اصغر من او يساوي غيولي اكبر من او يساوي وكنديروا اكس موان 15 سيغ موان 3 اي موان سيغ موان ودون بلوس يعني اكس اكبر من او يساوي 15 على 3 هي 5 بطبيعه الحال الاختزال اذا كنديروا عاود ثاني هذاك السطر العدد اللي لقيناه هو 5 الاعداد الاكبر من او يساوي 5 اوكي الاعداد الاكبر من او يساوي 5 هي هذه اوكي هذه كلها حل يعني 6 7 13.8 20.27 الى اخره كلها حلول لهذه المتراجعه دونك توت نومبر سوبيريور او ايغال ا 5 سون سوليسيون دو سيت ان ايكواسيون alors toutes les nombres réels supérieurs ou égaux à 5 sont solution de cette équation. اذا هذا ما يخص هذا التمرين اذا لا تنسى الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا اضغط على زر الاعجاب ونتمنى لكم التوفيق والى الملتقى بحول الله تعالى.